خلاص شوف هتعمل ايه وقول لي. طيب ماشي خلاص. طيب سلام دلوقتي هكلمك تاني. سلام. سلمى قالت لي ان انت جبت محامي للشريف. طب ومال؟ هو مش جوز اختي برضه ولا ايه؟ انت طول عمرك بتكرهه عشان اتجوز سلمى غصب عنك، وكنت بتحاول تخليه يطلقها. معلش بقى، راجل في محنه ولازم نقف جنبه. انت مش واقف جنب الشريف، انت واقف ضد عيسى. انت قصدك يعني ان لما الشريف يطلع براءه عيسى هيتسجن؟ طب وماله؟ المحامي اللي مع عيسى انت اللي جايبه له، والمحامي اللي مع شريف انا اللي جايبه له. خلي بقى القاضي يسمع الاثنين وساعتها يحكم بالحق. انت مش عاوز الحق، انت عاوز عيسى يتسجن عشان ما تبقاش اتهزمت قدامي. على فكره انت بنفسك بدات تشكي في عيسى بعد اللي عمله في شريف. اوعى تكوني فاكره انك جايه هنا عشان تعاتبيني اني واقف جنب شريف والكلام ده. انا عارف انت جايه ليه. جايه عشان تتاكدي من حاجه واحده بس. ايه اللي مخليني متاكد ان شريف بريء وعيسى مجرم؟ بس لعلمك بقى، انا مش هقولك على اي حاجه عندي، وساعتها هتعرفي كل حاجه في وقتها. بس صدقيني يا رنا هتندمي. طول ما القضية في النقد تبقى أنت المتهم الرئيسي، لأن النيابة طعنت على الحكم ببراءتك. جرايه يا متر، أنت هتقلقني ليه؟ مش هنطمن إلا لما النيابة تسحب القضية من النقد وتستأنف التحقيقات من جديد بأمر من النائب العام. طب وده هيحصل إمتى؟ لما تتأكد إن شريف فعلاً هو القاتل وتصدر قرار بالاتهام في حقه وتحول القضية من جديد للمحكمة. وهم بعد كل ده لسه ما تأكدوش إن شريف هو القاتل؟ صحيح هما لقوا المسدس في درج مكتبه لكن ما علاهوش بصماته. ولو معاه محامي شاطر هيلاقي أكتر من ثغرة براءة. أيوه يعني كان في دليل إدانة ضده، إنما أنا ما كانش فيه عليا حاجة علشان كده خدت براءة. غلطتك الوحيدة يا عيسى، هقول قدرك، إنك زرت شريف في مكتبه في نفس اليوم. وده اللي مخلي النيابة شاكة فيك وعندها اعتقاد إن أنت اللي حطيت له المسدس في درج مكتبه. أديك بتقول مجرد شك، إنما مفيش أي حاجة عليا. محدش عارف الأيام الجاية مخبية إيه. قصدك إيه يا متر؟ جايز تظهر أدلة تانية ضد شريف، وجايز تظهر أدلة تانية تبرأ. لكن إن شاء الله خير. عن إذنك. ما جيت وانا مستنيك تكلميني. ماهر قال لي ان سالم كان عندك. مشي من شويه. الراجل ده انا ما بقتش مطمنه. احتمال نحتاج لمحامي تاني. بس ده اللي برأك من الاول. ده لما كان متاكد ان انا بريء فعلا. هو مش قادر ينسى ان انا خبيت عنه ان انا كنت موجود في الفيلا اول مره. يظهر انها كانت فعلا غلطه. طب ما انت كمان خبيتي عنه. وقلت لي ما تجيبش سيرة لحد، وكنت فاكرة إن أنت بس اللي شفتيني. يبقى أنا كمان غلطت. غلطتي عشان كنت خايفة عليا؟ معرفش. اوعى تكوني حاسة إن أنا كمان اللي حطيت المسدس في درج شريف. أنا ما قلتش كده يا عيسى. آه بس شاكة. خايفة أكون بخدعك وما استاهلش حبك. أنا كان ممكن أستحمل إن أي حد يشك فيا، أي حد إلا أنتِ.
امال باباكي فين؟ قال لي عدى عليه. هو جاي في السكه. اوكي. وانت عامله ايه؟ طمنيني عليكي. والله انا ما بقتش عارفه انا حاسه بايه. وليد قال لي ان شريف كان عايز يطلقك لما اتقبض عليه. كان ربنا ما كانش عايزنا نتطلق دلوقتي. ليه؟ صعبان عليكي؟ متضايقه؟ اكيد. انا حاسه انه بريء. شريف لا يمكن يقتل ياسر ولا اي حد اصلا. طبعا مش هتقولي له طلقني، هو في السجن. هيبقى صعب قوي. شريف صعبان عليا، خصوصا بنته صعبانه عليا قوي. طبعا مقدر الظروف اللي انت فيها واللي هو فيها. هو صعبان عليا جدا، بس انت صعبان عليا اكتر يا سلمى. على الاقل انا بحريتي اروح اجي اعمل اللي انا عايزاه، لكن هو ايه؟ خلاص تلاقيش، كل حاجه هتبقى كويسه ان شاء الله يا رب. افتكرتك في الشركة. لا كسلت اروح. لا انت مش مكسلة، انت بديتي تفوقي. مش عايزة تروحي الشركة عشان كل ما هتروحي الشركة تشوفي عيسى قدامك تعرفي قد ايه خدعك. يا مامي كفاية كلام بقى في الموضوع ده. حاضر حاضر يا رانيا، هسكت بس هستناكي تيجي تقولي لي انا فقت وعرفته على حقيقته وهتطرديه من الشركة وقتها ومن حياتك كلها وتخليه ياخد جزائه على قتل اخوكي. رانيا بقالها يومين ما بتجيش، تعرفش ليه؟ لا. هو انت ما اتصلتش بيها؟ اصل انا بكلمها مش بترد. هي مش بترد عليك؟ انا عارفه انها بتهرب منك، حاسه ان انت اللي وردت شريف قتل ياسر، وفجاه بقت شاكه في براءتك من قتل اخوها. بتقولي ايه؟ رانيا لا يمكن تفكر بالطريقة دي. رانيا ما بتفكرش غير بالطريقة دي وانت عارف كده كويس. أنا همضي عقد الشراكة مع نعيم، هو محتاجاك معايا. محدش هيخاف على فلوسي قدك. أنا رفضت المشروع ده قبل كده. رفضته عشان رانيا. بس هتقبله عشاني. تعرفوا شريف اللي عايش من امتى؟ من اول ما جوزي فتح شركته الله يرحمه. واضح انه كان بيثق فيه جدا علشان كده ما استغناش عنه لحد ما مات. وشريف قد الثقه دي. غريبه قوي ان انت تقولي كده على واحد متهم بقتل ابنك. انتوا اللي اتهمتوه مش انا. البوليس طلع من درج مكتبه المسدس اللي اتقتل بيه ياسر. ده مسدس عيسى مش شريف، وهو اللي حط له مسدس في درجه عشان ينفي التهمه عن نفسه. هو انت ليه بتبعدي التهمه عن شريف؟ شغله ومصلحته وعشرته مع ياسر، ايه اللي خليه يقتله فجأة؟ تحريات المباحث بتقول ان كان في خلافات بينهم. خلافات عاديه بتحصل دايما. ما تخليش شريف يستقيل ولا ياسر يلفته. بن ياسر الله يرحمه عزمه في فرحه. وشريف شاله على ايده لغايه المستشفى. وانت ازاي بتتهم ياسر الفقي بقتل ابنك ومع ذلك مشغلاه في الشركه عندك؟ مش انا اللي مشغلاه. بنتي اللي مشغلاه غصب عني. ومصيرها تعرف حقيقته وترفضه. او انتوا تثبتوا التهمه عليه ويتسجن قبل ما يترفض.